كما كان متوقعا، اليوم بمحكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ أصدرت المحامية العامة للمحكمة استنتاجاتها وراءها المتعلقة بالقضايا المطروحة والتي تتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية. القضايا كما نعرف هناك قضيتان بموجب الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة 21 سبتمبر سنة 2021، والذي كان قد ألغى الاتفاقيات الموقعة مع المغرب بسبب تناقضها مع قرارات محكمة العدل الأوروبية، خاصة قرار 2016 وأيضا قرار 2018. والقضية الثالثة يعني هي القضية المتعلقة بالشكوى التي رفعتها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد استيراد منتجات إلى السوق الفرنسية، والتي يعني من منشأها هو الصحراء الغربية ولكنها تحمل ترميز أو وسم خاص بالمغرب. فيما يتعلق بالقضية الأولى المتعلقة باتفاق الصيد البحري ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المحامية قد أوصت المحكمة برفض الطعن الذي تقدم به المجلس والمفوضية، وبالتالي إلغاء اتفاق الصيد البحري ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بسبب شموليته غير القانونية للصحراء الغربية. فيما يتعلق بالقضية الثالثة، وهي قضية شكوى مقدمة من طرف نقابة المزارعين، فأيضا المحامية أوصت المحكمة بإجبار الاتحاد الأوروبي، إجبار فرنسا، إجبار هذه الشركات التي تستورد منتجات من الصحراء الغربية على العمل برمز الصحراء الغربية المخالف للمملكة المغربية، لأنه على اعتبار أنهما إقليمان متمايزان ومنفصلان. بالتالي هذه يعني آراء مهمة جدا، ويعني تعزز المكاسب القانونية التي يحصل عليها الشعب الصحراوي في هذا المجال. فيما يتعلق بالقضية الثانية الخاصة باتفاق الإطار، فإن المحامية قدمت مجموعة من الآراء، والتي تستند إلى تأويل خاص بها فيما يتعلق ب عملية توسيع نطاق تطبيق الاتفاق الذي لجأ إليه الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية للتحايل على قرار محكمة الأوروبية سنة 2016، على اعتبار بأنه احترام للوضع المنفصل والمتمايز بالنسبة للإقليمين. في النهاية هذا فقط رأي المحامية، ونحن نتطلع بأنه قضاة المحكمة الأوروبية يعني يؤكدون فيما يتعلق بهذا الاتفاق على النسق القانوني ولا جيريسبريدانس التي أقرتها بشكل قوي قرارات محكمة العدل الأوروبية سنة 2016 وسنة 2018.